بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندسة ولاء، والنهاردة هنشرح lesson 1 في theme 2 في الاي سي تي لجريد 4 لسنة رابعة. تمام. طيب اول درس اللي هو الاكسبلورين اكشن. تمام. انا مش هشرح الدرس، انا هقول الملخص بتاع الايه، بتاع الدرس اللي احنا عايزين نعرفه، اهم النقط اللي احنا عايزين نعرفها في الدرس. اول نقطة عندي، تمام، اللي هي مين؟ اللي هي انترنت. ايه هو الانترنت؟ الانترنت ده عبارة عن نتورك، شبكة كبيرة. يبقى الانترنت هي عبارة عن ايه؟ عن نتورك، بس النتورك دي ايه؟ انترناشونال او جلوبال. يبقى انترناشونال او جلوبال. جلوبال ايه؟ جلوبال نتورك. طب بتعمل ايه الانترنت دي؟ شبكة دولية. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. أول حاجة gives us access to information. gives us access to information يعني بتسمح لنا بالدخول على الإيه؟ على المعلومات. يبقى أول حاجة للإنترنت gives us access to information. طيب تاني حاجة إيه بتعملها الإنترنت؟ make us communicate with people all over the world. يعني بتخلينا نعمل communicate. يعني ايه communicate؟ يعني بنتواصل. نتواصل مع مين؟ مع ناس تانية على مستوى الايه؟ على مستوى العالم. يعني انا ممكن ابقى قاعدة هنا في مصر واكلم ناس صحابي او اهلي في امريكا، او العكس، او اكلم في اي حتة ايه؟ في البلد. يبقى الانترنت بتعمل حاجتين، gives us access to information، ممكن اعمل عليها search على اي معلومة او اي حاجة انا عايزة اعرفها. تاني حاجة make us communicate with people all over the world. طيب بعد كده عندي ال search engine. أنا دلوقتي عايزة أعمل search على الإنترنت. طب هعمله إزاي؟ هعمل ال search engine. إيه هو ال search engine؟ ال search engine ده عبارة عن software. software. ال software أنا عندي خدنا في theme 1 إن في حاجة اسمها software وحاجة اسمها hardware. الهاردوير دي هي الاجزاء بتاعت الكمبيوتر، زي الكيبورد، زي الماوس، زي المونيتور. اما السوفت وير هي البروجرامز اللي بتبقى موجوده على الكمبيوتر وبتخلينا نعمل حاجات زي الوورد، زي البينت، دي سوفت وير. فالسيرش انجن ده عباره عن سوفت وير يوزد تو سيرش اباوت انفورميشن، بيستعمل عشان نبحث على المعلومات اون ذا انترنت. زي ايه؟ زي جوجل سيرش. يعني زي ايه مثلا كده؟ اهو زي ما بعمل كده اهو، اهو ده كده السيرش انجن بتاعي. اروح مدوره هنا كده على اي حاجه اي سي تي، انا عايز اعرف ايه الاي سي تي ده. اهو بعمل سيرش بيطلع لي ان هو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيطلع لي حاجات كتير جدا. اقعد بقى انا اشوف اللي انا عايزاه ايه، اللي انا عايزاه فيه. تمام. طيب يبقى ده السيرش انجن is a software used to search about information on the internet زي الجوجل ايه؟ الجوجل سيرش اللي هو محرك البحث. بعد كده هو ذكر لي في الدرس في بيولوجيست. يعني ايه بيولوجيست؟ يعني عالمة احياء. تمام. اسمها انيكا الله. انيكا الله دي كانت موجودة في مكان مسافرة. تمام. ودائت نوع حلويات في انواع غريبة من الناتس، الناتس اللي هي المكسرات. فحبت تعمل سيرش عنها وشافت ان في ناتس بتبقى مفيده وفي ناتس ثانيه الزياده بتاعتها او كتر اكلها ممكن تعمل اضرار في الجسم. تمام. فعملت ايه بقى؟ انيكا الله دي از ا بايولوجيست. تمام. ميد ا ريسيرش، عملت بحث عن ايه؟ اباوت ديفرنت كايندز اوف ايه؟ اوف ناتس. يبقى اباوت ديفرنت كايندز اوف ايه؟ اوف ناتس. عشان ساعات بتيجي في الكمبيوتر انيكا الله از ا ايه؟ از ا بايولوجيست، بايولوجي. تمام؟ ماشي؟ طيب علشان انيكا الله اللي هي البيولوجيست دي تعمل سيرش، فعملت سيرش وبعد كده طلعت المعلومات اللي هي الانفورميشن من على الانسيكلوبيديا، من على الايه؟ حاجه اسمها الانسيكلوبيديا. طب ايه الانسيكلوبيديا دي؟ is a website. ده website أو موقع. includes informations، بيحتوي على معلومات. تمام. مين اللي كاتب المعلومات بتاعت الانسيكلوبيديا؟ written by experts، يعني كاتبها خبراء، يعني ناس متخصصة في المعلومة
اللي احنا بنبحث ايه؟ بنبحث عنه موجوده على الانسيكلوبيديا. يبقى الانسيكلوبيديا هي عباره عن ويب سايت بيحتوي على معلومات مكتوبه بواسطه خبراء، يبقى از ا ويب سايت انكلودز انفورميشن ريتن باي اكسبيرتس. ماشي؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل سيرش على الانترنت لازم ابقى متاكده ان انا بفتح مواقع موثوق فيها، يعني المواقع تبقى عليها الداتا او الانفورميشن اللي عليها تبقى رايت اند ايه اند اكيوريت، يعني تبقى صح وتبقى معلومات دقيقه، مش اي موقع اخد من عليه المعلومات، لان في مواقع كتير على النت بيبقى عليها معلومات ايه؟ معلومات غلط. يبقى data او information on the internet must be accurate and ايه؟ and correct، يعني صح ودقيقة. ماشي؟ يبقى data on the internet must be accurate and correct، والويب سايتس اللي انا بفتحها must be ايه؟ must be trusted، موثوق فيها وموثوق في المعلومات بتاعتها. تمام؟ طيب تاني جزء في الدرس بيقول لي برضو ان الانترنت دي is a powerful tool، يبقى الانترنت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن tool. تمام؟ عبارة عن ايه؟ tool. تمام؟ عبارة عن tool بتعمل ايه؟ to communicate، أداة to communicate with people، عشان اتواصل بيها مع الايه؟ مع الناس، وفي نفس الوقت اعمل search على الايه؟ على الـ informations. تمام؟ to communicate with people عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الشات او الايه؟ او الايميل. تمام؟ يبقى communication، تمام؟ عن طريق الانترنت بالتولز اللي هي زي الشات او الايه؟ او الايميل. تمام؟ الشات ان انا اكلم واحد زي ما بنعمل شات على الماسنجر او بنعمل شات على اي ايه؟ على اي موقع. اما الايميل هي بتبقى بدل الرساله الورق اللي احنا كنا بنبعتها زمان اللي هو الخطاب بتاع البريد ده، لا الايميل ده اسمه خطاب ايه او رساله ايه؟ الكترونيه، وهو الاختصار بتاعها الكترونيك ميل. تمام؟ يبقى ايميل ده اختصار الالكترونيك ايه؟ ميل، يعني رساله الكترونيه. طيب بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ اسمها جراوندنج تروث، اللي في الدرس هنا grounding truth. يعني ايه grounding truth؟ يعني الحقيقة على أرض الواقع زي ما بيقولوا، اللي هي ايه؟ is when you find out information، لما بتكتشف معلومات directly from people or evidence. الground truth دي بتفكرني بالمصادر الأولية في الدراسات اللي احنا خدناها. المصادر الأولية اللي احنا خدناها في الدراسات كانت بتبقى عبارة عن إيه؟ إن أنت تاخد الحاجة من المكان نفسه أو من شخص عاصر الإيه؟ عاصر الحدث نفسه، صح كده؟ طيب الـ grounding truth دي عاملة كده زي المصادر الأولية. is when you find out information، لما بتكتشف معلومات directly مباشرة from people or evidence. إيه الـ evidence؟ اللي هو الدليل. زي إيه برضو في المصادر الأولية اللي إحنا خدناها في الدراسات؟ زي البرديات. تمام؟ فيبقى الجراوندنج تروث ان احنا ناخد الحقيقه من او المعلومات من ارض الواقع، يا اما من اشخاص يا اما من ادله موجوده عندنا. تمام؟ طيب نقدر ايه نعمل تاني من الانترنت تولز دي؟ يبقى تاني الانترنت تولز، عندي الشات، عندي الايميل. تمام؟ وبعدين عندي كمان ممكن نعمل ايه على الانترنت كمان؟ وي كان ريكورد فيديوز، ممكن نسجل فيديوز and share it on the internet. احنا ساعات نروح مشيرين مصورين مثلا فيديو واحنا مثلا في حفله او احنا في اي حاجه ونعمل له شير على الانترنت with other people عشان الناس الثانيه تشوفه. يبقى we can record videos، تمام، and share it on the internet with other people. او record يا اما نسجل الفيديو على التليفون، تمام، وبعد كده نعمل له شير، يا اما ريكورد لايف فيديوز اللي هو البث المباشر اللايف اللي احنا بنعمله. تمام؟ اور اونلاين كامبينز، يعني ايه اونلاين كامبينز؟ بنعمل حملات دعائيه على الايه؟ على الانترنت، زي البلوجرز دلوقتي لما بيعملوا يروحوا المطعم الفلاني يصوروا، يروحوا الماركت الفلاني يصوروا، يروحوا اوبن داي يصوروا،
او يسافروا في حته ويصوروها عشان يعملوا دعايه للمكان ده، تمام؟ تو شير ايه؟ تو شير انفورميشن. يبقى انا بعمل بعمل شير للانفورميشن عن طريق ايه؟ عن طريق الريكورد للفيديوز، تمام؟ او ان انا اعمل لايف فيديوز، او اعمل اونلاين ايه؟ اونلاين كامبينز اللي هي الحملات الدعائيه. كل ده عن طريق مين؟ عن طريق الانتر ايه؟ الانترنت، تمام؟ وده كان الدرس الايه؟ الدرس الاولاني، سهل وبسيط وما فيهوش حاجه، تمام؟ يا ريت لو عجبكم الفيديو وفهمتوا اسمعوه تاني كده واتفرجوا عليه كويس وافهموه، وهنحل على الاي سي تي في الاخر ان شاء الله. واعملوا لايك للفيديو وشير ليه علشان صحابكم ايه؟ يستفيدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.